السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. من أهم ما نحتاجه في هذه الأيام، في هذا الواقع الدعوي، في هذا الواقع السياسي، أمر التمييز بين الإيمان والكفر، فإن من أعظم مصائبنا، بل تقول إنها المصيبة الأعظم التي نعانيها اليوم، هي إلغاء الحد الفاصل بين الإيمان والكفر، حتى دخل في الإيمان من ليس منه، حتى دخل في الإيمان من هو من أعداء أعداء الإيمان. ولذلك نحتاج أساسا أن نعرف ما هو الإسلام وأن نعرف ما هو الدين، لأن الخصومة اليوم القائمة بين الإسلام والأديان الأخرى. كثير من الناس يظنون الدين بمعنى أنك يكون عندك تامبل، يكون عندك كنيسة، يكون عندك معبد بوذي، هذا دين. إذا لم يكن الأمر كذلك إذا فليس هذا دين، لا هذا غير صحيح. الدين شيء آخر، الدين هو المرجعية النهائية. كل من فارقك، هذا حديثنا اليوم، كل من فارقك في المرجعية النهائية فقد فارقك في الدين. كل من فارقك في المرجعية النهائية فقد فارقك في الدين. أين نجد ذلك في كتاب الله؟ نجده في قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. إذن إما أن تعبد الأحبار والرهبان أو أن تعبد الرب سبحانه وتعالى. ما معنى عبادة الأحبار والرهبان؟ أن يكون الحبر أو الحبر ورجاني جائزان أو الراهب المرجعية النهائية في أمر التحريم والتحليل، وهذا أمر مجمع عليه بين أهل التفسير في تفسير هذه الآية. إذا فارقك الإنسان في المرجعية النهائية فقد فارقك في الدين. هذا ميزه بين الخلاف بين المسلمين والنصارى والعلمانيين والليبراليين، وميزه عن الخلاف بين الشافعية والمالكية والحنابلة والظاهرية وغير ذلك. الشافعية والمالكية مثلا هذان فريقان يختلفان في مسائل، لكن المرجعية النهائية وراءهم هي الكتاب والسنة، يختلفان في التأويل. أما الخلاف بيننا وبين العلمانيين فهو خلاف في أصل الاستسلام للمرجعية النهائية، في تحديدها المرجعية والاستسلام لها. فنحن نقول بمرجعية وهم يقولون بمرجعية. الدين هو إذن الاستسلام للمرجعية النهائية. إذا استسلمت لهذه المرجعية فأنت على دين، إذا استسلمت لهذه المرجعية فأنت على دين آخر. يقول ربنا سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إذن أصل التحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو شرط الإيمان. لن تحقق الإيمان حتى تعترف بهذه المرجعية الأحادية في أمر التحليل والتحريم. واقعيا اليوم خلافنا مع العلمانيين، والعلمانية كما أقول دائما هي تلك المرجعية، هي تلك النظرة الكلية الكونية الكبرى التي تقول إن معرفة الحق والباطل، الخير والشر موجودة داخل العالم، لا هي ليست مفارقة للعالم، ليست من الوحي، وإنما تستنبط وتكتشف من داخل العالم. العلمانية إذن تقول بهذه المقالة: مفارقة المرجعية للمرجعية المتجاوزة للكون، هي مرجعية كامنة في الكون. إذا كان خلاف بين المرجعية الإسلامية والمرجعية العلمانية، مرجعيات المفارقة للكون هي الوحي، ومرجعية العلمانية هي كامنة في هذا الكون. داخل الرؤية العلمانية هذه الكبرى هناك الرؤية الليبرالية، الرؤية الحدثوية، الرؤية النسوية، الرؤية القومجية، الرؤية كل هذه الرؤية رؤى الجاهلية. نحن نخالف هؤلاء في دينهم، نخالف دين الليبرالية، نخالف دين الحداثوية، نخالف دين النسوية، نخالف دين القومجية، نخالف هؤلاء لأننا على دين وهم على دين آخر. هذا الأمر قد يلتبس على كثير من الناس. يقول لك مثلا خذ ليبرالية، يقول لك ممكن أن يكون إنسان مسلم ليبرالي، كيف يكون مسلم ليبرالي؟ مسلم يعظم الحقوق الفردية. ما معنى الحقوق الفردية؟ إذا كنت تصل إلى هذه الحقوق من خلال تأويلك للنص الشرعي باعتباره مرجعية نهائية، فنقول كلامك هنا سيكون بين الحق والباطل، بين التفسير الصحيح والتأويل الباطل، وكله داخل دائرة الإسلامية. لكن إن كنت تقول بقضايا الحقوق الفردية والجمعية وغير ذلك من خارج منصوص الشرعي فأنت مفارق للمرجعية الإسلامية وأنت مفارق للإسلام. مفهوم الحرية، مفهوم الحرية بالمعنى في التراث الإسلامي لا يستعمل إلا بما يفارق العبد المملوك، لكن سنستعمله الآن هنا بمعنى آخر، وهو بمعنى حق الفعل والترك، مساحات الفعل والترك. الإسلام يتيح لك مساحات للفعل والترك ضمن المباح وضمن المكروه وضمن المستحب، ضمن الواجب لا عليك أن تفعل، ضمن الحرام عليك ألا تفعل.
هذه المساحة إذا حق الفعل والترك، هناك مساحات في الإسلام لها، فليس كل من قال تحدث عن حق الفعل والترك فهو مفارق للإسلام أو هو قائل بالرؤية الليبرالية. الرؤية الليبرالية هي الرؤية التي تجعل النواة الصلبة هي فكرة قداسة الحرية. النواة الصلبة هي الحقيقة الثابتة الكامنة داخل الفكرة لا تتغير، إذا غيرت يتغير المفهوم، إذا غيرت يتغير المفهوم، يتحول إلى مفهوم آخر. هذه النواة الصلبة تخالف الإسلام لأنها تستنبط هذه المفاهيم أساسا من الرؤية العالمية داخل هذا الكون، داخل هذا الكون. قد يقول الإنسان طيب ما تقول في النسوية، كيف تلحق النسوية بالمفاهيم العالمية؟ أقول النسوية هي رؤية عالمية إلحادية بمعنى رد مرجعية الشريعة، هي دين آخر. النسوية الفيمينيزم، طبعا هناك طيار الأول والثاني والثالث. الطيار الأول كان طيار حقوقي بالذات في أمريكا، كادي ستانتون وغيرها، ثم الطيار الثاني، ثم الطيار الثالث الذي اختطف كما يقال من النساء البيض والسحاقيات شواذ جنسيا. طبعا بمناسبة شواذ جنسيا، الشذات جنسيا، الطيار النسوي العربي هو أعظم وأهم مدخل للدفاع عن الشواذ الجنسي. أبرز طيار يدافع عن الشذوذ الجنسي في العالم العربي هو الطيار النسوي. الطيار النسوي، النسوية هي مركزية مفهوم الأنثى في قراءة كل شيء. يعني في المكتبات الغربية اليوم تجد هناك مساحات واسعة تتحدث عن النسوية في قراءة التاريخ، القراءة النسوية للتاريخ، القراءة الأنثروبولوجية النسوية، القراءة الاقتصادية النسوية، القراءة اللاهوتية النسوية. إذا مركزية مفهوم المرأة داخل هذه القراءات. طبعا النسوية عندما النسوية بمعنى أن تتحدث عن مركزية المرأة وحقوق المرأة، لكن عندما تتحدث عن هذه الحقوق، هذه النقطة الأساسية، هل تتحدث عنها باعتبارك تقول بمرجعية الشريعة كتاب والسنة لاستنباط مع أو معرفة الحقوق، أم تقول لا أنا سآتي بهذه الحقوق وإن خالفت القرآن وإن خالفت السنة؟ وإن خالفت القرآن وإن خالفت السنة هي النسوية الحقيقية التي تلزم واقعنا أن يتبنى المواثيق الدولية المحاربة للإسلام. طيب لو جاءت واحدة وقالت والله لا أنا أقول بالكتاب والسنة المرجعية النهائية لكنني نسوية، تقول لحظة بس، هل أنت تقولين بالأحكام الشرعية القطعية فيما يتعلق بالزواج والطلاق والميراث وغير ذلك أم لا؟ يعني هل أنت تقولين بما جاء في أمر الميراث في كتاب والسنة ولا 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 ولا, ولا تنكرين ذلك؟ تقول نعم، ما إشكال. أنت تقولين بتعدد الزوجات وقوامة الرجل؟ لا إشكال. أنت تقولين بأي مسائل أخرى؟ لا. بالنسبة لتعدد الزوجات فقط أفتح قوسين، هناك فرق بين إنكار هذا الحكم الشرعي وبين أن المرأة تقول يعني هذا حكم شرعي رباني لا أشكال فيه، لكنني أنا لا أحب أن زوجي يتخذ زوجة ثانية أو ثالثة. القول الأول هو إنكار المرجعية الشرعية. القول الثاني لا أشكال فيه، عامة النساء لا يحبون أن يتخذ أزواجهن زوجة ثانية، وذلك كثير من أهل الفقه يقولون بإمكان المرأة عند عقد الزواج أن تشترط على الرجل أن لا يتزوج عليها. أن هذا في الحقيقة قضية خلافية، لكن في الحقيقة هذا أمر لا يخالف أصل العقد. هناك بعض الفقهاء يقولون له يخالف أصل العقد، والحق أن هذا أمر لا يخالف أصل العقد، فبإمكان المرأة أن تشترط على هذا الزوج القادم الجديد أن لا يتزوج عليها ثانيا. هذا ليس في إنكار الحكم الشرعي، لكن من أنكر القضية الثابتة القطعية فقد فارق الإسلام مفارقة المرجعية. هذا أمر أساسي للتمييز. إذا المرأة عندما تقول أنا أسلم للمرجعية الشرعية لكنني مثلا أدافع عن المرأة المظلومة، المرأة المضطهدة، المرأة التي تعاني، المرأة المستلبة، المرأة من أسميهن بإماء المصانع، إماء المصانع، النساء اللواتي يعملن في المصانع بأجر زهيد جدا، لا حقوق عمل ولا مال ولا صحة ولا غير ذلك، وساعات طويلة مرهقة للعمل، هن إماء يعني يعملن معاملة العبيد. هذا الأمر لا كان يدافع عنه أحد اليوم بسبب طبعا الرأس المال الحاكم الذي يسيطر على القنوات والقوانين وغير ذلك. المرأة لو اتخذت هذا الطريق لتدافع عن حق المظلومات اللواتي يضطهدن، سواء يضطهدن داخل الأسرة أو يضطهدن داخل المجتمع وغير ذلك، فضمن مرجعية الشريعة فهذه المرأة تنتصر للحق وإن رفعت لافتة سيئة جدا اسمها النسوية. هذا الفيمينيزم، الإزم، هذه الإزم الأيديولوجيا، رفعت لافتة سيئة لتدافع عن حقيقة، هذه ليست نسوية، هذه امرأة مسلمة تدافع عن الحق. يعني مثل ما إنسان مثلا يدافع عن حقوق الأطفال مثلا،
او حقوق الاطفال المصابين بالتوحد مثلا، او يدافعوا عن في حقهم في التعليم وفي الصحه، او يدافعوا مثلا عن المطلقات، او يدافعوا عن الذين يعانون اعاقات بدنيه، او اللي يدافعوا عن الذين عن المغتربين، او يدافعوا عن اصحاب الالوان غير البيضاء الذين يعانون العنصريه. كل هذه المسائل محمودة ما كانت داخل المنظومة الشرعية تدافع عنها بالمنطق الشرعي، بالمنطق الشرعي. هل إذن النسوية هي المرأة المفارقة للإسلام في باب المرجعية؟ في باب المرجعية هي ليست هي تلك المرأة التي تتحدث عن الحقوق الشرعية وتدافع عنها، لا تخلط بين المسألتين. هذه الأيديولوجيا فيمينيزم شيء ثاني، فكرة النسوية الإسلامية فكرة لقيطة، فكرة لقيطة لا معنى لها داخل الإسلام ولا داخل العلمانية. دافع عن الحقائق الشرعية باعتبارها أمر رباني، وحي رباني. الأمر نفسه أيضا فيما يتعلق مثلا بالقوجية العرب، القوميون العرب، ما معنى أن تكون قومي عربي؟ أنا أسأل، قومي عربي أمة خالدة صاحب رسالة واحدة، ما هي رسالة واحدة؟ أنا ولا أفهم، إلى الآن لم أفهم ما معنى رسالة واحدة. ليس للعرب رسالة، العرب قبل الإسلام كانوا جاهليين يعبدون الأصنام ويؤمنون بهذه الخرافات مع شيء من الأخلاق الحميدة التي جعلت يعني أن الإسلام ينتصر بهم في بداية الأمر، لأنهم فيه من الخصال المحمودة التي تؤهلهم للتمسك بهذه الرسالة ونشرها في أرجاء الأرض. لكن تلك المفاهيم الجميلة لا تصنع حضارة جميلة لوحدها، حضارة جميلة تتضمن أمور محكمة طيبة جيدة في باب التحليل والتحريم، في باب الرؤية الكونية. رؤية الكونية كانوا عبد أوثان، ولذلك ماذا فعل القومجية العرب؟ القومجية العرب قالوا إذا نتخذ الاشتراكية. إذا القومجية العربية، القومجية العربية هي شعار عنوان يتضمن في حقيقته دين الاشتراكي، وهو دين آخر مفارق للإسلام في باب المرجعية، في باب التقبيح والتحسين. إذا هو دين آخر. طيب يكون إنسان يقول لا أنا قومي عربي لكنني أقول بمرجعية شريعة في كل شيء. إذا أنت جئت بحقيقة وجعلت لها عنوان سيء، كأنك جئت إلى طبخة جميلة وضعت وكتبت عليها لحم خنزير. نفس الأمر، نفس الأمر. قد يأتي إنسان فيقول أنا قومي كردي، أدافع عن تاريخ الأكراد الجميل وصلاح الدين وهؤلاء الأبطال العظام، وأدافع عن القضية الكردية، الأكراد الذين اضطهدوا وعذبوا وعذبهم واضطهدهم وانتهك أعراضهم، القومجية العرب الملاعين. أقول لك القومجية العرب أوافقك أنهم ملاعين، لا أشكال في ذلك، يعني انتهكوا أعراض المسلمين العرب وغير العرب. لكن هذا ليس هو، ليس انتماء، هذا ليس انتماء ايديولوجي، ليست فكره تنبثق عنها قضايا متعلقه بالتصورات الكونيه وقضايا التحسين والتقبيح. اذا انت ترفع، اذا قلت لي انك عندك كردي قومي تؤمن بالشريعه هي المرجعيه الوحيده، فانت جئت الى طبخه جميله وضعت عليها وجبه خنزير. نفس الامر فيما يتعلق بالقوميه الامازيغيه. القوميه الامازيغيه ما معنى الامازيغيه؟ ما معنى لها؟ لا معنى لها، يعني هو انتماء عرقي. تقول لي انا ادافع عن الامازيغيه باعتباري ادافع عن الحديث باللغه الامازيغيه والتاريخ، ان تتحدث عن تاريخ الامازيغي بعد الاسلام، اقول لك في اشكال، ليس هناك اشكال. لكن ليست هذه هي القوميه الامازيغيه. القوميه الامازيغيه هي في الحقيقه انتماء للفرنكفونيه، انتماء للثقافه، ثقافه الاحتلال الفرنسي الجاثم على الغرب الاسلامي الى اليوم. هو انتماء لفكر احتلال يتبنى فكرة الحداثة أو فكرة اليسارية أو انتماء لرؤية كونية مفارقة للإسلام. الأمازيغية شيء، القومية الأمازيغية شيء، والإسلام شيء. ومن يتبنى الشريعة كاملة ويقول عن نفسه أنه قوم أمازيغي هو يحدثنا عن طبخة جميلة عليها عنوان لحم خنزير. إذن من فارقك في المرجعية فقد فارقك في الدين. الدين هو الاستسلام للمرجعية النهائي، سواء استسلام كلي أو جزئي. ممكن أن تخلط أشياء يعني، لكنك عندما تخلط بين الإسلام والعلمانية تتحول إلى علماني. عندما تخلط بين الإسلام والليبرالية فأنت ليبرالي، تخلط بين الإسلام والاشتراكي فأنت اشتراكي. لكن لو خلطت بين مثلا لا أدري مثلا بين عقائد جاهلية مع بعض ممكن أن تخلط بينها، لكن الإسلام يطلب منك الاستسلام الكامل للوحد، الاستسلام كان واحد. هنا لابد أو أختم بأمر لابد أن أنبه عليه، وهو التالي: بعد كل ما ذكرته لا يلزم من ذلك أن الإنسان لو قال عن نفسه أنه علماني أو ليبرالي أن تقول له أنت مفارق للإسلام ضرورة. لا، لماذا؟ ليس ذلك لأن هذا الأمر ليس كفر، لا هو كفر،
انتماء للعقائد الليبرالية والاشتراكية وهذه والنسوية بالمعنى الذي حددته، هذا خروج عن الإسلام لا إشكال فيه، ولم يجادل فيه أحد من أئمة الإسلام. الإشكال أن الناس اليوم يعتمدون مصطلحات لا يدركون لوازمها، ما يلزم عنها حقيقتها. فتقول لك المرأة التي تدافع عن حقوق النساء التي يعانين مثلا العنف الأسري، تقول لك أنا النسوية أدافع عن هذا الأمر. هذه الحقيقة هي ليست نسوية بالمعنى الإصلاح الحقيقي، وإنما هي مسلمة مغفلة تعتمد حقيقة شرعية صحيحة لكن تحت عنوان سيء، فتقول لها أنت تجمعين بين عنوان سيء وحقيقة شرعية، سمي نفسك مسلمة وانتهى الأمر. نفس الأمر بالعلماني، هناك للأسف الشديد بعض الناس يقول لك علماني وغير ذلك، تحدثه وتقول أنت تنكر المرجعية الشرعية النهائية الوحيدة، ليست فقط النهائية، النهائية والوحيدة. سيقول لك لا، بس أنا أفهم الأمر هذا الأمر على هذه الصورة، وقد يكون فهمه لبعض المسائل لا إشكال فيه، وقد يكون فهمه تأويله تأويل كفري، كما يتأول مثلا القرآن، يتأول القرآن بإسقاط الأحكام الشرعية، فهذا ليس تأويل بمعنى التأويل المقبول، وإنما هو هذا رد للشريعة. وإبليس قد خرج من الإيمان إلى الكفر برده لمسألة واحدة، وهي أن يسجد لآدم عليه السلام. رافض هذا الأمر فخرج من الإسلام لمسألة واحدة، لا أقول لك 50 مسألة. إذن الحكم على جنس الجماعات وجنس الأيديولوجيات ضمن التعريف الإصطلاحي المقبول المعروف شيء، والحكم على أعيان الناس حتى تتبين مقولتهم. فإذا علمت أنهم يفارقون الإسلام في المرجعية فلا هم من الإسلام ولا الإسلام منهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.